الكوفية والعقال لباس شاع منذ زمن بعيد، وبمرور الزمن انحسر حتى أصبح زيا مميزا للعشائر عن غيرها. زي حافظ على شكله لكن ألوانه تنوعت بحسب القبيلة والمكان وتعاقب الفصول والمناسبات. كرامة الإنسان بعقاله، ويمكن مئات الناس تقتل على مود وقعة عقال. يمثل الحضارة الممتدة عبر 6000 سنة. يعني هو هذا الزي مالنا الموحد، ما يعني بها قسمة على اثنين. هيبة وكشخة هكذا يسميه شيوخ العشائر، لكن شيوع هذا الزي في الريف غيره في المدينة، إذ ارتبط بالعلاقة مع الحكام الذين يغازلون العشائر بارتداء عقالها إذا ما دعت الحاجة. والزمن يتغير لكنها بقيت طريقة يمارسها أغلب المشتغلين بالسياسة ومراكز القرار. السياسي هو الذي يذهب إلى شيخ القبيلة، وخصوصا عندما تقوم الانتخابات النيابية أو انتخابات مجالس المحافظات، يحتاج إلى الشيخ لعمق الامتداد ولعمق التأثير الاجتماعي لعشيرته ولبيئته ولمنطقته. 8 سنوات من الديمقراطية تجاوز الزي العربي خلالها حدود القبيلة ومضايفها ليدخل البرلمان وبعض المفاصل الأخرى في الدولة، لكن أبواب الحكومة لم تفتح له بعد، منتظرا زمنا آخر يحكم به عقال القبيلة المدينة. بين عروبة المظهر وعروبة السلوك يجري تنافس بين الريف والمدينة. يرى البعض أن العروبة كوفية وعقال، ويرى الآخر إنها غير محددة بزي، وتترجمها الأفعال والمواقف وحدها. من بغداد طارق ماهر، العربية.